أقامت سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين حفل استقبال بمناسبة الذكرى 67 لثورة 23 من يوليو، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال. وقد أشادت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين السفيرة سهى إبراهيم رفعت بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخوه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت سعادة السفيرة بأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا متناميا في كل المجالات، والتي انطلقت من محبة وأخاء صادق، منوهة بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية وتسهيلات في مملكة البحرين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين. احنا بنشكر كل المسؤولين اللي من خلالهم على رأسهم جلالة الملك اللي تعاونوا مع مصر ودعموا ليها، هو اللي وصلنا لعلاقة فعلا كلها تآخي وكل علاقة تاريخية وأبدية. إنما النهاردة بتتطلع لمستقبل ومستقبل مشرق أكثر. دائما نكرر أن الفن هو لغة العالم التي يجيد التخاطب بها الجميع، لا نحتاج إلى ترجمان، الفن هو ما يصلنا بالآخر، لذلك تأتي الموسيقى وتأتي الفنون جميعها، والفن التشكيلي له مكانته في هذه القاعة بالتحديد. أواصر الصداقة والمحبة تمتد على الدوام مع مصر الشقيقة، فتحية لها في عيدها. حبيت في البداية أهني جمهورية مصر العربية والشعب المصري والحكومة المصرية بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية اللي هو 23 يوليو، وأتمنى لهم التقدم والازدهار والرفاهية للشعب المصري، والعلاقات البحرينية المصرية علاقات وطيدة تاريخية ما بين القيادتين وبين الحكومتين وبين الشعبين.